اهلا وسهلا البنات، اهلا الكبيدات ديالي النوارات، لاباس عليكم؟ بخير هانين. فين ما مشيت هزه تليفوني البنات وتنظر، اليوم جايبه معايا بنت خالتي، قلت ليها واحد الشركه ديال الفايونس كندوز عليها ديما، وجيت لها واحد النهار يوم الحد ولقيتهم ساعدين والهما، قلت والله حتى جات راكت بنت خالتي من الخدمه وجينا نشوفوها. نتوما البنات عرفتي عندهم الاشكال الانواع، خصنا شي واحد اللي يقول لنا الثمن ياك، خصنا شي واحد اللي يقول لنا الثمن. عرفتي هذا جاني زوين بحال الرخامه البنات، غير هويا الكارويات كبارين. انا قلت لها رخامه، هي قالت لي لا راه غنصليش. هو واحد السيد جاي بالغدا درك يقول لي بغينا نتغداو، المهم عندهم داكشي زوين. شفتوا فاحنا غادي ندخلو غادي نشوفو الثمن. هانتوما كاينين هنايا، هادو فيهم الكارويات الصغار ياك، ها بحال هذا ياك، وبحال هذا اللي كنت شفته انا. شفتي كوثر؟ هذاك حرش ياك، ناسي ها هو. حنايا نتنزهو مع راساتنا البنات ونشوفو، شوفو الأثمنة. السلام عليكم. لاباس؟ بخير. نشوفو الأثمنة ونشوفو اللي ما شريت نزاش خلاه واحد، وجيتهم مع وقيت الغدا ودروك يجريو عليا. أنا نحصل لقيت سيد عارف اللي قال لي عصوري، قلت له أنا راه مسطي مع راساتي، قال لي عصور راني عارفك. المهم غادي نوري لكم اجي تشوفوا هنايا البنات. هذا السيد راه شرح ليا، قال لي في جوج نوع، هذا اللي داير بحال الرخام، قال لي هذا مات وكاين البريون. فسولتو على الاثمنه، قال لي انا ما نقدرش نفيدك بالاثمنه، غير يعيط على الولد الكوميرسيال اللي غيقول لي الثمن ديال كل حاجه. المهم داكشي واعر، حيت هو هذا السيد هذا اللي كيعطي للناس الاخرين، يعني المحلات الاخرين اللي في المدن بحال قيرنصار بحال بني ملال بحال قلنا هذه هي الشركه الام ديالهم، هذه هي اللي كتوزع عليهم. غنشوف الا كان شي ثمن مناسب غادي نتقدم عندهم، ما كانش شي ثمن مناسب البنات انا غادي ندير بكم جوله وغنزيد في حالاتي ويفيدوا تستافدوا. غادي نقول هذا البنات اللي عجبني، جاني بحال شكل الرخام، غير هو تقريبا انا كنفضل البغيون كثر. السلام عليكم اختي، كدايره؟ صافا بخير الحمد لله. قولي لي يا اختي هذا شحال الثمن ديالك؟ كاين هادو البنات شوفوا، هادو 180 درهم، هادو 180 درهم، 180. هذا هذا بحالو غير هو بغيون، هذا بحال هذاك الاول البنات غير هو بغيون، يعني تيبري تيلمع على فورمات وهذا تيلمع. هذا بشحال؟ 180 درهم، هذا 180 درهم البنات. وكاين هذا هو اللي باركي، هذا باركي، انا بغيت الفرنس اللي بحالو ياك، هذا فرنس باش كنخشب ها كنت لحقاش راه حتى بحال هذا بغيت منه. دابا باش تيتخدم تيجي بحال الخشب، ما تعرفيش واش فايونس. عرفت كاين هذا، انا كان عجبني هذا وعجبني، يعني راه بحال هذا. وكاين هذا عاوتاني اللي كيجي بحال الخشب طبيعي، شفتوا كاين هذا والكحل الكري، كل واحد والثمن ديالو ياك، كل واحد كيبقى والثمن ديالو البنات. وهذا عاوتاني كاين هذا ابيض، شوفوا هذا ابيض سامبل بالنسبه اللي كيبغي يدير البوطاجي اللي كيجيه الرخام غالي. المهم هذا، هذوك البنات اللي وريت لكم راه هما اخر ما يكون، يعني راه مطلي الانستغرام بهم اخر ما يكون. كاين بزاف ديال الشكيلات هذه، هذا السوبر انا ما نشوفها هي هي ماشي هي. واحد السيده متتبعه. شوفوا هنايا البنات كاين شكل الارضيه، هذه 60 على 60 ديال الارض، هي 60 على 60 ديال الضخ. ديت شي حاجه منها، هذا شحال؟ 135، هذا 135 على 60، هذا ديال الصبليون، ديال الصبليون كومباكتو باك بلونش. كاينين هادو البنات، كاينين ديال الدوشة،
كاين هذاك ما هذا لا هذا تيجي بحال شكل تاع حجار تاع حجار ايه شوف هنا كنا غادي نتسلق كتيرا في الشكل هذا هذا تيشبه هذاك اللي شفتو يمكن بزاف كاين لافابويات هنا جبتي لي بغيت داك سميتو بزاف داك الفقاعي اللي ضايق اللي كيتحط فوق الخامة ديال لافابو جيت لكارفور شوفوا فراسكم اول مره غادي نزور كارفور ديال بني ملال وحده قريبه للمدينه وكنجي يعني ديما لبني ملال ولينا عمرني ما شفت كارفور ديالها كيف داير عمرني ما دخلت ليه اليوم انا غادي ندخل غادي نشوف شنو فيه حاجه البنات دخلت ليها فلقيت هاد الشبيكات هادو انا خديتهم غادي نشوف شنو هما على الطريق قالوا لي كاينين هما عاد غنشوف وهنا البنات دخلت نشوف الماعن اللي قالوا لي كاينين صراحه واخا كارفور هنايا صغير يعني ما فيش بزاف ديال الاختيارات ولكن فيه حويجات زوينين دي بروموسيون زوينين بحال مثلا هاد الملايه هادي شوفوا فيها 200 على 220 يعني 2 مترو على 2 مترو و20 وزوينه هذه كنت لقيتها في واحد المتجر اخر دايرين ليها واش 300 درهم واش 400 درهم يعني مغلينا بزاف هنا دايرين ليها 129 بروموسيون خديتها لانها غتجيني مع الناموسيه صافي مشيت ضرب الدويره لقيت هنايا هادو عويدات ديال الندوه اللي نبلوي ب يعني بلي زاغوم ديال الفاني ديال الورد ديال كاين بزاف د الحويجات هنايا الشميعات حتى همايا ودايرين ليهم اثمنه يعني متناول تقريبا شي 20 درهم 23 درهم كاينين الشميعات هادو بقينا عقل واحد المره شحال قلبنا عليهم انا وندى ونورهان مي ما لقيناهمش ها هما كاينين في كارفور المهم اللي عرفت البلاصه ديالهم جيت لهنايا فكنلقى هاد البلاطويات ديال الخشب يعني محتاجاهم بزاف بزاف صراحه كاين كله والثمن ديالو حتى هما دايرين ليهم تخفيض هادو ديال 65 درهم كيتحطوا فيهم القريعات وكاينين حتى البلاطويات دايرين كاينين ديال البيتزا كاين شتو دايرين ليهم دي بروموسيون انا غادي نوري لكم هنايا هادو البنات هادو انايا راه من الحانوت كنت خديتهم 80 درهم فهنايا لقيتهم 69 درهم والاخرين ب 65 درهم شكيلات زويونين كاينه قريعه الدساج الفوطات كاين يعني حدو قدو واخا صغيور ولكن فيه شي حويجات اللي زوينين وفيهم كاملين دايرين لهم دي بروموسيون شفت هاد القريعات وليدني ما يناسبونيش انايا صافي مشيت غنطلب جيت غنشوف اول مره نجي لكارفور صدقت بطليه صراحه لقيت بروموسيون زوينين ايوا باش نضيعهم لحقاش اي حاجه غادي نحتاجها فالا غادي ناخذها راسكم اش داني ليش جيت زغوبيا رجليا وزادو عينيا هي ديالي انا ولاني لقيت دي بروموسيون زوينين هادو كانوا خاصيني كنت كنشوفهم مع البنات فكانوا عاجبيني كنت كنقول له هبط الكازا غادي نتقداهم لقيت هادي عرفتي هادو البنات في واحد المتجر لقيتهم ب 300 درهم هنا 139 و29 درهم وتصوروا من 300 درهم ل 129 درهم فراه لقيتها الصراحه زوينه وفيها راه قلت لكم فيها 2 مترو على 2 مترو و20 يعني تبارك الله ما شاء الله لقيت هادو شحال من حاجه ايوا من كارفور دزت البريكوما البنات اليوم غير ديال الجري عليا نجري عليك بالحق تنقلب على داكشي اللي غادي نحتاجو لداري راكم عارفين ما كاينش اللي غيقلب ليا ولا شنو اللهم انا بوحدي
جيت لهنايا كنشوف البنات هاد الدريات هادو، يعني الشكل ديالهم كلاس، الشكل ديالهم راقي وزوين، يلا جايبينهم جداد. خديت الريفيرونس ديالهم باش ملي نوصل ليهم نحتاجهم يكون عندي، باش الا ما لقيتهمش عندهم كيف ما غندير دابا، كتعطي من داك الريفيرونس كتخلصيه ليهم حتى كيكومونديو هما من بريكوما الكبيره ديال كازا. لقيت هاد لي فيوز هادو على شكل فيهم الخشب بحال ما كوخه، ماشي صحاح النيت ولكن الشكيل ديالهم زويون، يعني هادوك القصيبات لكن الشكيل ديالهم زويون. كاينين هنايا هاد الفيوزات انواع اشكال، هذاك ديال الريش كان عجبنا هذا واحد المره، فقلت له والله تنشوف الثمن ديالو شحال داير. المهم ها هما لي فيوزات، كاين الجديد كاين اللي دايرين فيه، يعني كاين اللي مصولدينو كله واشنو اللي جديد دايرين ليه جديد. وانا مشيت دابا البلاصه اللي جيت على قبلها وهي بلاصه ليفي ديال البوطاجي، اللي خاصني ضروري واحد الواحد باش غادي يجيني مع الرخامه. وبانوا لي الشوفاجات حتى همايا ديال الضو بطبيعه الحال، لان ديال الغاز عمرني ما بقى نعاودو. فهنايا كان يعني كنشوف الاثمنه باش نكون على بال، باش نعرف الثمن في البلايص الاخرين اشنو، يعني كل حاجه انا هنايا كنصورها البنات باش كنبقى عاقله عليها وعلى الثمن ديالها، باش ملي نبغي نتقداها من جهه اخرى يعني نكون ما نتقولبش فيها. فصافي دزت البلاصه ديال ليفيا البنات، عطيتهم الموديل والريفيرونس، كنت ديجا صورته في بريكوما ديال كازا باش هكذا نخلصو، الا ما كانش هنايا يكومونديو ليا يجيبوه. كان ها حنايا البنات وسالينا الدور، انا من الصباح حنايا نفصلو في الدروبه مخيطو في الزناقي لا في الحوانت، كاع الحوانت درناهم. المهم الحمد لله، اللهم لك الحمد، هي المهم مشيت جبت من عند خالتي. أيوا وفين سلامة بغيتي؟ السلام عليكم أوليدي، السلام عليكم بنيتي، لاباس بخير؟ إيوا حنا مونتي تانا، مي بقات مع خالتي، بقاو تيتحتو، بقات باتت معاها. إيوا ملي جيت أنا نبني ملال مشيت جبتها، بس معاهم تانا واحد شوية، إيوا اللي جيت عند بنياتي. المهم أهم حاجة البنات أن داكشي اللي كنت مكوموندي عليه وكنت كندور عليه نقلب عليه، شي حاجة لقيتها وشي حاجة ما لقيتهاش. داكشي علاش دائما كنقول لكم البنات بقاو تقلبوا هكا وتقلبوا هكا وتقلبوا هكا، وتعرفوا الأثمنة، تعرفوا كلشي، تشوفوا الحاجة المزيانة، تشوفوا لا كاليتي، وعاد شريو الحاجة وفي الآخر تقولبوا تقولبوا. وحق لا إله إلا الله البنات، واشنو في الاخر يشمتك شي حد يشمتك ضروري، شفتي راه تتكون البنات دابا تتبقى تقلبي على الحاجه، تقلبي على تقلبي على، فاش تشريها تلقاي خرجت شي حاجه محسن منها ولا تلقاي بان الثمن شي بلاصه حيده موسيقى هذا اكثر من تما ولا. المهم ضروري البنات شي حاجه ولا بد منها، غير هو اشداني حتى نمشي لكارفور جايه وتنضحك عم بوحدي، نتفكر الاغنيه ديال اشداني لاش مشيت زغوبيه رجليا وزادو عينيا هي ديالي انايا. وليني المهم دوك الحويجات محتاجاهم سواء اليوم سواء غدا، اللهم نتقدامو ونحطهم. الحاجه البنات اللي كتكوني محتاجاها ما كتضربش على خوا، كتحطيها وقت مثلا سهل الله سبحانه وتعالى وصل الوقيته ديالها غادي تقاديها وتحطيها في بلاصتها. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لافابو البنات اولا داك ليفي ديال البوطاجي، فاش غادي نوري غنعيط على يوسف يشوفوا واش موالمني، واش يجيني في البوطاجي هو هذاك مع الرخام الكحل، واش هادي واش ديك، بزاف ديال الحوايج. وعاد نشاركوا معكم نشارك معكم الاثمنه البنات، وراني مكوموندي على واحد الروبيني حتى هويا غير يجيبوا لي مول الحانوت ونوريه لكم ونشارك مع خواتاتي كلشي. والهلا يخطيكم علينا، وما تنساوناش من البارطاج واللايكات والتعليقات ديالكم. السلام عليكم.